في الفيديو ده هنتعرف على تركيب او اناتومي اوف فيميل جينيتال سيستم او فيميل ريبرودكتيف سيستم. طيب في البداية عايزين نشوف الفيميل جينيتال اورجنز دي عبارة عن ايه. هنتكلم على 3 حاجات اساسية. اول حاجة الاوفري، ده موجود على الناحيتين، في رايت اوفري وفي ليفت اوفري. بعد ما نتكلم على الاوفري هنشرح الجزء ده اللي هو اليوترس. طيب ايه كمان متصل باليوترس على الناحيتين؟ الجزء ده او التيوب دي اللي بنسميها يوتراين تيوب او فالوبيان تيوب. تمام. اذا الفيميل جينيتال سيستم خلي بالك هو مكون من external part و internal part. ال external part اللي هو بيشمل الفاجينا او الفالفا اللي هي الفتحات بتاعة الجهاز التناسلي، مش هي موضوع الدراسة بتاعتنا في الفيديو ده، لكن اهم حاجة في دراستنا النهاردة ان احنا بنتعرف على التركيب الداخلي للفيميل جينيتال سيستم، ونتعرف على الاناتومي اوف ذا اوفري، اناتومي اوف ذا يوترس، اناتومي اوف يوتراين تيوب. طيب نبدأ نشوف مع بعض. أول حاجة هنشوفها اللي هو الأوفل، هو عبارة عن أوفل شيب أورجن بالشكل دو، بيكون موجود on each side of the uterus، بيكون موجود في البلفيك كافيتي زي ما انت شايف في الصورة كده. الأوفري بيبقى ليه نهايتين. تمام. خلي بالك أنا هنا ناحية الميدلاين، فهنا دي الميديال اند بتاعته وهنا دي اللاترال اند بتاعته. فالاوفري بيبقى ليه اوفال شيب ستراكشر، الابعاد بتاعته سواء الطول او العرض او السمك بتاعه سهله جدا ان احنا نحفظها، لان هي 3 × 2 × 1 سنتي. الاوفري قلنا بيبقى ليه 2 انس، الميديال اند بتاعته اللي هي بتبقى ناحيه اليوترس دي بقول عليها يوتيراين اند، بينما اللاترال اند اوف ذا اوفري دي اللي بتكون موجودة ناحية الابدومين أو ناحية البروتونيال كافيتي، ودي بقول عليها تيوبال اند أو بروتونيال اند أو ابدومينال اند. تمام. يبقى ده الأوفري ودول التو اندز بتوع. طيب الأوفري ايه هي الوظيفة بتاعته؟ طبعا الأوفري مسؤول عن وظيفتين أساسيين. أول حاجة مسؤول عن البرودكشن اوف فيميل جيرم سيلز، هو اللي بيصنع الخلايا اللي بسميها فيميل جيرم سيلز اللي هي اسمها الاوفا، يعني بيصنع البويضات. طيب ايه كمان؟ الاوفري مسؤول عن السكريشن اوف فيميل سكس هرمونز اللي هما استروجين اند بروجستيرون. تمام. يبقى اذا الاوفري خلي بالك دي الوظائف الاساسيه بتاعته، ولذلك انا بعتبر الاوفري ده واحد مهم جدا من الجلاندز اوف ذا هيومن بودي، واقدر اقول عليه ان هو ميكسد جلاند، يعني جزء منه اندوكراين وجزء منه اكسوكراين. تمام. الجزء الاندوكراين اللي هو بيصنع او بيفرز الاستروجين والبروجستيرون، والجزء الاكسوكراين اللي هو بيصنع الاوفا وبتتنقل منه بعد كده عن طريق اليوتراين تيوب. طيب يبقى ده اول استراكشر في الفيميل جينيتال سيستم اتكلمنا عليه. طيب ايه كمان؟ ادي الاوفري هنا هوت. تمام. واضح بشكل اكبر، واضح فوقه بقى مين؟ دي اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب. يبقى دي اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب، ادي البدايه بتاعتها لغايه النهايه. خلي بالك اليوتراين تيوب ما هياش جزء واحد، لا دي هي 4 اجزاء. هي بدات من هنا من عند الوول اوف ذا يوترس، بالجزء ده اللي داخل جوه الوول اوف ذا يوترس اللي احنا بنعتبره الجزء رقم 1 وبقول عليه انتراميورال بارت. انتراميورال بارت. طيب يلي الجزء الثاني اللي هو موجود هنا، وده جزء ضيق جدا، اضيق جزء في اليوتراين تيوب اللي انا بسميه اسمس. اسمس. طيب يلي الجزء اللي موجود هنا، وده اوسع جزء في اليوتراين تيوب اللي هو اسمه امبولا. تمام. وده الجزء اللي بيتم فيه عملية الفرتلايزيشن.
طيب الجزء الأخير من اليوترين تيوب اللي هو بيبقى موجود هنا اللي هو اسمه انفانديبولم، اسمه انفانديبولم تمام، وده بيتميز بالزوائد اللي هي بتبقى موجودة فيه دي اللي هي شبه الأصابع اللي اسمها فيمبري تمام، مفردها فيمبريا خلاص، يبقى فيمبري اللي هي الفينجر لايك بروسيسز اللي جايه او خارجه من الانفانديبولم اوف يوتراين تيوب. يبقى مهم جدا انك تبقى عارف الاجزاء الاربعه بتاع اليوتراين تيوب وكل جزء فيهم ايه اللي بيميزه. فنيجي ناخدهم تاني، اول حاجه اول جزء عندنا اللي هو الانتراميورال بارت، وده جزء من اليوتراين تيوب داخل الوول اوف ذا يوترس. الجزء اللي يليه مباشرة اللي هو الاسمص، وده بيميزه بنقول عليه narrowest part of the uterine tube، ده أضيق جزء فيها. الجزء اللي يليه مباشرة اللي هو الأنبولا، وده أوسع جزء أو widest part of the uterine tube، وهو ده الجزء اللي بيتم فيه عملية الفيرتلايزيشن. آخر جزء اللي هو infundibulum، وده بيتميز بوجود الفينجر لايك بروسيسز اللي هي اسمها فيمبري تمام، وهو ده الجزء اللي بيلتقط الاوفا اول ما بتخرج من الاوفري عن طريق عمليه الاوفيوليشن، بتبدا الفيمبري تاخد الاوفا وتحركها داخل اليوتراين تيوب لغايه ما هتوصل للكافيتي اوف ذا يوترس. طيب بعد كده يبقى احنا دلوقتي درسنا الاوفري واخدنا معلومات عن اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب، هتكلم بعد كده على الجزء الثالث من الفيميل اورجانز اللي هو اليوترس. اليوترس زي ما انت شايف قدامك هو مكون من ثلاث اجزاء، الجزء الاولاني من اليوترس اللي هو الابر بارت منه ده اللي هو موجود above the level of the uterine tube، والجزء ده بنسميه فاندس، بنسميه فاندس above the level of the entrance of uterine tube. الجزء الثاني من اليوترس بيشمل كل الجزء ده اللي هو اكبر جزء من اليوترس اللي هو تحت الاوبننج بتاعه اليوترين تيوب مباشره، وده بنسميه body. الجزء الثالث والاخير من اليوترس اللي هو اللور بارت اوف ذا يوترس اللي هو هنا ده بنسميه cervix، cervix او عنق الرحم. السيرفكس زي ما انت شايف هو عبارة عن اللور شورت بارت اوف ذا يوترس، وبيبقى بارز في الجزء السفلي من الفيميل جينيتال سيستم، الجزء اللي بنسميه فاجينا. يبقى هي دي الاجزاء او تركيب الفيميل جينيتال سيستم. طيب اليوترس مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن النيوتريشن اوف فيرتلايزد اوفا. لما بتحصل فيرتلايزيشن للاوفا في هذا الجزء، fertilization معناها meeting ما بين الأوفا والسبيرم، فهيتكون حاجة اسمها الزيجوت. فالنيوتريشن للفيرتلايزد أوفا ده بيتم فين؟ بيتم داخل اليوترس لغاية ما تكتمل مراحل البريجننسي المختلفة. طيب ده عبارة عن سايد فيو أو سيكشن بيوضح ايه؟ خلي بالك هنا anterior وهنا posterior. هنا دي اليورينري بلادر، ورا اليورينري بلادر على طول الجزء ده اللي هو الفاجينا، اباف الفاجينا الجزء طبعا اللي فاتح في الفاجينا ده السيرفكس بتاع اليوترس، كل الجزء ده اليوترس بالفندس بتاعه بالبادي، وده السيرفكس تمام. طيب الاوبننج هنا بتاعه الفاجينا اللي اسمها الفاجينا الاوريفيس، خلي بالك بتكون behind the opening of female urethra. أخدنا قبل كده اليوريناري سيستم في الفيميل، وقلنا إن هنا اليوريناري بلادر وهنا الفيميل يوريسترا اللي كانت بتتميز إنها شورت أند وايد، والأوبننج اللي كانت موجودة هنا اللي هي اسمها يوريسترا الأوبننج كانت بتبقى موجودة in front of the vaginal orifice.